السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبتي أبناء وطننا العربي الواحد الكبير. اليوم حاب أتكلمكم عن أحد منتجات الشركة، وهو منتج أساسي من المكملات الغذائية التي أنتجتها شركتنا، شركة دي أكس أن العالمية الرائدة في الثراء الصحي. إخوتي، هذا هو المنتج، منتج الفطر الريشي. الفطر الريشي حفظكم الله، هذا هو المنتج. المنتج هذا اللي هو اسمه العلمي جامدرما، وكان يستخدم منذ عشرات السنين في الطب الصيني، بل أكثر من عشرات السنين، مئات السنين أو إلى أكثر من 2000 سنة تقريبا يستخدم في الطب الصيني القديم. فطر الريشي هذا يساعد على طرد السموم من الجسم، رافع للمناعة، فهو وقائي من جميع أمراض، من جميع أنواع السرطانات، ربي عافيكم، وفيه نسبة أكسجين عالية جدا. هذا المنتج يا أخوان ضروري ولازم جدا يكون متواجد أو متوفر في بيوتنا. طريقة استخدام المنتج بكل بساطة، يخلط مع ماء فاتر، يضاف على الطعام، هو عبارة عن بودرة إخوتي، مثل ما تشوفون حضراتكم، عبارة عن بودرة سلمكم الله. فالحين راح نضيف على السلطة، سلطتنا هذه الجميلة، بسم الله، نضيف كمية بسيطة، واضح عندكم إن شاء الله، بكل بساطة إخوتي، منتج راقي 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 جدا، منتج مفيد جدا من شركتنا، شركة دي اكس ان. هذه كمية كافية إن شاء الله، بما تعادل 5 إلى 7 غرام. بارك الله فيكم. يفضل الاستمرار والمداومة على هذا المنتج يوميا. ومن يريد الحصول على هذا المنتج بسعر العضو، أو من يحب أن ينضم إلى شركتنا وينضم إلى فريقنا معنا، يتفضل يتواصل معي بالواتساب. سأترك لكم رقم جوالي الواتساب في الوصف تحت الفيديو. وشكرا على حسن المتابعة والإنصات.